هنا هدف حسين في مرمى المنتخب المصري بمناسبة المباراة الودية القادمة. ها هو حسين أشيو يزيد معلوب يقول للطالق من وسط الميدان. نادر السيد من جهة والكرة من جهة، هذا ما أعجبني في الهدف، يعني وكأنها ركلة جزاء رغم صعوبة أرضية الميدان. أيضا لو كان تعاود تشوف الأكسيون تشوف البالونك فكان يريبوندي صحيح في أرضية ميدان يا حسين ماشي رائع الهدف حسين، دائما تبقى ذكريات يعني جميلة. وش تحس كي تشوف هك هذه الذكريات الهدف في مرمى من؟ نحس بفخر ونحس يعني هدف، كنا يعني مجموعة قوية جدا، أقوى مجموعة يعني مجموعة انتحارية. الكامرون مصر مصر مرشحين تنين للنيل منتخب المصري ولا في البريمير تور وزيمبابوي والجزائر، وكل وخسرنا قبل 20 يوم قبل نهائيات بداية مالي. كأس إفريقيا مالي في ملعب 5 جويلية خسرنا مع مالي 2-0 في ملعب 5 جويلية، وقال لك قاع يروحوا يدوا شكارة ويعاودوا يولوا. مع الكاميرون كنا رابحين 1-0 ومبوما يعني غاليزا يعني برأسية مبوما نعم، ومع مصر يعني بعشر لاعبين تفوقنا عليهم 2-1 في مباراة قوية، وين عانينا لأن منتخب قوي وركنا للدفاع بعشر لاعبين، وكان هذاك الكونتر اتاك هذيك اللي جابت الهدف. ذكريات جميلة، أول كأس وآخر كأس. ما قلتش اللقب تاعك بعد هذا الهدف وش ولا؟ لا هذاك ما يهمش على كل حال. صح شوف حاجه شوف سي دوماج كو هذاك هي اول كاس افريقيا واخر كاس لعبناها. علاش قلت لك الفارق الوطني مهم ومهم جدا. انا رحت لسويسرا ولعبت 32 مباراه، ويجي مدرب يقول لهم ما يلعبش، ما عندوش معطيات، ومسجل 8 اهداف وكنت نلعب مليون ريكوبيراتور. شعرت بالحقره؟ اكيد تنحقرت، نحاوني الفارق الوطني في الوقت اللي كنت نحتاج، وكانت عندي اتصالات، كان عندي اتصال يعني في شتوي في اسبانيا والفارق ما حبش يطلقني، وين سحقيت الفارق الوطني ما لقيتوش. هذاك هي الشيء اللي يخليك، قلت لك بالفارق الوطني كي تكون انترناسيونال. لعبنا ضد الارجنتين ما كاش، ضد البرازيل لعبنا مباراه قويه. اثر عليك هذا الامر فيما بعد؟ والله شوف نعطيك يعني سكوب، انا نقول لك بالك من اسباب اللي رجعت للجزائر بالك باش نعاود نولي الفريق الوطني، ورجعت للفريق الوطني، رجعت الفريق الوطني 2009 صحيح. وين كنت راح نحقق حلمي تاع الصغار تاع اللعب مونديال، ولكن نحاونا يعني في اخر لحظه. هاد الايامات كنت نشوف التلفزه الجزائريه ورونا الجزائر الاورغواي ملعب 5 جويليه، يعني لعبت تقريبا 35 دقيقه وقدمت مستوى رائع، وسجلنا الهدف في الشوط الثاني ضد سواريز وفورلان واقوى اللاعبين اللي كانوا في الاورغواي، ولكن مع الاخير ما تمشيش يعني. قال لي ساكريفيس اللي ديرهم مع الاخير يعني قبل جوست قبل يعني المونديال في نهائيات نحيوك ماشي لاسباب تاع مستوى، لان انت لو تبقى فريق الوطني تجيني اكثر لاعبين لان عندك المستوى باش تلعب، ولكن سي دوماج. انا بنتي ما شتهاش، زكي زادت كنت في افريقيا، كنت في زيمبابوي بنتي الاولى.